اليوم خلينا بعد لكم شويه لا بوليتيك بزاف، ميم لا فوتو كشغل فيها الماك وكلش. بصح وش هو برك راح نهضر اليوم على وش هو قبل ما نبدا. انا مانيش راح نطيح الهضره، بارطاجي على روحك، تفرج انت واختك انت الاخر. مي راح نهضر الموضوع تاع اليوم هو القهوه احساس الكارتي. القهوه احساس الكارتي، لان واحد كيشوف العنوان كيما هكا يلقى القهوه احساس الكارتي تجي له شويه بيزار. القهوه احساس الكارتي، القهوة اساس الكارتي، واش هو هذاك اللي تلقاه الشاويش تاع الكارتي، هذاك اللي يعس اللي فوناتر تاع اللي بالكون البالكون، ويعس الطاقة، ويعس فهمتني كيفاه، ويعس الباب، ويعس قهوي. على بالك عندنا في كل كارتي تلقى قهوي، سواء كان ذكر او انثى. ذكر او انثى باغ اكزومبل، الساعات تلقى جارتكم يتفتح الباب تاعكم، يتفتح الباب تاعها اوتوماتيك، قابلتكم يتفتح الباب تاعها، يتفتح الباب تاعكم. يلزم تشوف شكون اللي جات لها خيره ولا خداوج ولا طاهر ولا فرحات ولا ما نعرف شكون اللي جا للدار. هذه الدوزيام الاولى، وهذيك القهويه نتاع البابك، وتلقى واحده قهويه حكمه الطاقه من الفوق. انت بار اكزومبل جيت باش تدخل واحده هنا في اوروب، جيت تدخل واحده لو كان تفوت على لي فوازان هنا الجيران، تشوف كذيك جارتك، جارتك بعدا تشوف جارتك، تشوف كل يوم تجيب واحده، تجي تفوت عندك بونجور مدام، بونسوار مدام، ولا ما تهضرش معاكم بكل، ما على بالها بيك، ما تحوش عليك ما والو. حنا لي ما تجي تدخل وحده للدار، جيب صحابتك، جيب صحابتك للدار، من هنا يلزم دير تورنا على الكارتي هذاك نتاعكم، دور على الكارتي نتاعكم من هنا بالسيف ما تدخلها، تعرفوش وهكاك وما تمنعش، على خاطر حنا ما التواقي نتاعنا لهي، الثقه نتاعنا لهي في 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 بلاد القهوي ديما تلقاهم مغلوقين، مدايرين تواقي مغلوقين، ومدايرين بالكوات مغلوقين، وكش ما تلقاو احنا القهوي يقعد في البالكو، مدير بالكو كبير بس ما يقعدش فيه، مدير طاقة ما يفتحهاش، مدير طاقة ما يفتحهاش، خاصة لو كان روتشوسي ما يفتح والو، القهوي باركينج تاع كيران لارشيتيكتير تاعو. عندنا ثاني القهوي تاع واش، القهوي اساس الكارتي هذاك تاع واش، تخيل ايماجيني القهوي هذاك اللي اسفل تلقاه ديما مقابل التواقي، من هنا مقابل البيبان، مقابل ماهوش قادر يتبيع الحرمه، انما هو واش هو، ولو كنت تسرق دارك ما شافكش القهوي، لو كنت تسرق دارك ما يشوفكش، لكن لو كان يدخلوا لمرتك يشوفها، يشوفها ويتخيل ويقول لك داخل يشرع لك الوضعيه، ما شافهاش من الحيط، شاف الوضعيه نتاع السكس من الحيط، من الحيط ايماجينا كيف فعلت. كيما اليوم نشوف في واحد حكموها خيانه زوجيه، وبداو يحطوا في الفيسبوك خيانه خماج، ودوروا عليه الاخر من هنا يا خماجات. اخي مسلمين، في الدين الاسلامي حين اتى ثلاثه من الصحابه الى عمر بن الخطاب فقالوا له يا عمر لقد راينا فلانه تزني، فقال لهم عمر اين هو رابعكم، فقالت الجماعه لا يوجد رابع، فاقام عليهم حد الزينه. قال له شافوا مرأة، قالوا له بلي احنا لقينا مرأة تزني، قال لهم وين راه الرابع تاعكم، خاطر هو باش تشوف مرأة تزني لازم أربعة شهود، هما كانوا في ثلاثة داير عليهم حد القذف في المحصنات وهي 80 جلدة، شو مليح، واحد ما كانش برك، حنا عساس الكارتي يخرب لك دارك. وزيد حتى حكم الزنا باش انك تحكم واحد زانية ماهوش في الفراش، لو كان تدخل تلقاهم راكدين مع بعضهم بعد ليست بزنا، ليست بزنا على بالك ولا لا، لا يقام عليه الحد. يجب ان يراه يلجوا، تلقاهم غير في البورنو، ماش تحكم واحد ابار واحده خرجت في البورنو كيما هكا، هذيك حاجه اخرى، هذيك كشافها لو موند كل. بس باش تحكم انت يستناو فيك نتايا، تجي وتعيط لصحابك وتقول لهم روحوا تشوفوا كيف يلجوا، يلجوا هو يدخلوا، فهمت ولا لا؟ نهضروا بالعربيه الفصحى، تلك اللغه المحترمه، زعما العضو الذكري يدخل في مهبل الانثى، وباحترام هضرتها باللغه المقدسه، هضرتها باللغه المقدسه نتاعكم، ما تقوليش راك طيحت، هذه يهضروها حتى الائمه في الجامع. هكا القهوي، العساس تاع القهوي يا عزيزي، هذا في الكارتيات على بالك مريض، احنا تنمو ليه مرض بعضانا، مرض. شوف كيما تلقى نتحدى واحد انا في فرنسا يقول لي الطاقه فيها باروداج ولا كرياج، قال الطاقه هذه ما كانش، ممنوع في فرنسا دير كرياج للطاقه، على بالك تعرفوا شو هو ولا لا. عند القهوي تلقاهم كل بالباروداج، اكل بالباروداج، اكل اكل مغلوقين، اكل بالبال اللي بالكون، اكل على بالك. شوف اركتكتير واحده، هندسه معماريه واحده، القهوي يعس في لي ام لي تامه،
شفاو ولا واحد الوقت في خنشله كانوا قفلتوا الطريق، شفاو ولا قفلتوا الطريق في خنشله على المراه هذيك اللي في لاسيتي بن بولعيد، ها دي فوندي غير الشيخ كوكو عليها، الخنشله كامل فاجره عاهره خامجه من هنا نصعرب صحاب الكارتي. لكن مهضر عليها امام هذاك الكبول هذاك نتاع كيف اسمه نتاع بن بولعيد، هضر عليها وقال لهم فاجره فاسقه في حينا. على بالك هذيك واش هي ولا لا؟ عندها خمس اولاد، امراه عندها خمس اولاد، خمس اولاد وراجلها ماصو، وهي تدي 540000، تدي 7400 دينار باش راه تعيش انت 540000 راه عايش لي بها نتايا خمس اولاد، ولات الكارتي عساسين الكارتي عساسين الكارتي، ما يقولكش نجبد من جيبي نروح لام اللي تمن مدلها اها يعسلها وكيفاش تدخل الرجال. قال لك يا اخوكي الشيخ كوكو من هنا على المنبر، اي امراه تستمع للشيخ كوكو اذا تهرت عليك حلال عليك ديري هذيك الفكره. شو ديري يا عبد الدرهم؟ حلال مبين انك تديري هذيك الفكره، وكيف ذلك؟ بالقياس بدينك الاسلامي، انه لو كان نقول لك درك بعد واش رايك نضربك ب100 جلده ولا نقطع لك يدك؟ واش تقول لي نتايا؟ تقول لي ها ضربني ب100 جلده خير ما تقطع لي يدي. في دينكم الاسلامي السارق والسارقه تقطع ايديهما يا اخي ولا لا؟ لا يعني عقاب السرقه اكثر من عقاب الزنا هكا. في حديث شوف مليح تبع مع اخويا مليح، في حديث الزنا واش قال لك؟ في حديث السرقه واش قال؟ عائشه من سرق اقل، في حديث الرسول من سرق، روت عائشه عن الرسول من سرق اقل اكثر من ربع دينار، اقل من ربع دينار يجوز، ربع دينار هذاك الوقت تسمى ربع دينار، من اجل انه ياكل، من اجل انه جاع ياكل. يعني السرقه من ناحيه الاكل جيعان، مش سرقه تروح تشري لي بورطابل ولا سرقه تروح تشري لي باسكيت ولا سرقه تروح تشري لي تريكو، لا 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 لا، سرقه من اجل الاكل، قال لك يجوز ربع دينار. هنايا مادام السرقه يجوز ربع دينار، حتى انت من اجل الاكل باش ياكلوا ولادك وباش تاكلي الاخر 540000 ما توكلكش عليك، اسمحوا لي اونتر بارونتيز بالمضاجعه بالزنا. يجوز انك تزني اقل من ربع دينار، اقل من ربع دينار نقيسوه دركا 80000، ندير لك 80000، 80000 اقسميها انت في اليوم عندك تقدري ترقدي واحد يخلصك ب 80000، اذا عندك واحد 80000 ما تزيديش، هاكي تدخلي في الحرام، حلال انك ترقدي مع واحد 80000، اذا حبيتي ترقدي مع اربعه في اليوم ارقدي 20000 20000 20000 20000، ما تفوتيش 80000، هذا هو الحساب، تولي حلال مبين بالقياس مع السرقه عزيزتي باش توكلي ولادك. الرجال تبان لي هنا نقصت لكم السومه تاع هنهبط لك السومه مليحه، هذا هبط لك السومه، ما تقولش خويا كوكو هو دار لي الطحين ودار لي الاخر من هنا واجاز هذه، لكن انا هبط لك السومه هذا بقياس ديني، يعني ما عطيتكش حاجه من راسي ولا حديث من راسي ولا 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 امور من يعني ما نباليش، على خاطر القهوي هذاك خدمته يعسك غير وقتاش تدخل طفله ولا غير مراه وقتاش تدخل راجل. واش دخلك انت؟ انت يا عساس الكارتي واش دخلك؟ واش دخلك في مرأة دخلت راجل؟ واش دخلك؟ واش دخلك في راجل دخل لمرأة؟ واش دخلك؟ في باطيمو يقول لك اه روح لي باطيمو تاعنا، عندنا مثلا اللي في خرشلة لي باطيمو يقول لك طريق العزار راك تشوف تخرج مرأة دارت الدائرة لهنا. يا حلوف كي عاد ما صلحتلكش انت حلوف عساس الكارتيا، كي عاد ما صلحتلكش انت يا من هنا قول اي خامجة، ها كي عاد انت ما صلحتلكش تمنى والمرأة هذيك بعد واش تلقاها تطل من الطاقة، شوف هذا ويجيب غير في الخامجات مثلا تكون اونفاس ليك انت والطاقة من هنايا. شوف عزيزي الخطرة الجاية شوف شوف سييها دخل مرأة وفتح الطاقة نتاعك وتكون حتى جارتك هذيك بريمير ايطاج كيما نتايا تكونوا اون باراليل تكونوا كيما هكاك، ومن بعد قابلها وحشك ارقد مع هذيك خلي تفرج عليك، نقسم لك غير المرأة اللي تفرج فيك غير دير العادة السرية. شفت المرأة هذيك الجارة هذيك نتاعك نقسم لك لو كانت تكون متزوجة بعد غير تفرج فيلم بورنو على المباشر، فيلم تعرفوا شو جنسي على المباشر إباحي على المباشر، وتفرج ودير العاده السريه ومن بعد تقول لك خماجات يا خماجه راكي في اللحظه هذيك تخيلي تيماجيني تقولي ايه لو كان جيت انا، ايه لو كان جيت انا، كش عندك راجل كان تقولي ايه لو كان جيت انا، وتحدى اي واحده تشوف منظر كيما هذا ودير كيما خماجات، ما خماجات لا والو، اه هذيك خماجات احكيها لواحد اخر، فهمتي ولا لا؟ لا هذا هو تاع عقليه القهوي، القهوي هذه خدمته خدمته العسه خدمته العسه العسه تاع 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 وقت اشتغلت يستناك وقت اشتغلت، فهمت ولا لا؟ هو منافق او كيقول لك لا تنهى عن منكر وتاتي بمثله، لا تنهى عن منكر وتاتي بمثله، انت كي تدخل لداركم الفما
واحدة للدار ها وتقفل الباب وعندك يشوفني بابا ويما واختك تشوف فيك وعلى بالها ها ولا نورمال عادي خلاص بس اختك لو كانت ديرها خمسة كلبة حنا ولادنا يكفرون عندنا يكفروا بكل شيء يا اخي ولا لا لا الرجل عندنا يجوز لكن المرأة لا يجوز هذه هي عقلية القهوي عقلية القهوي مشكلته مع المرأة عقلية القهوي يستنى فيك انت يا القهوي ترمو عنده ابداع وعنده نظرة كبيرة خلاص على بالك الصاشي الكحلة على بالو واش فيها الصاشي الكحلة على بالو في ربا واش فيها ايه يقول لك بلي جبت 3 كيلو بطاطا على بالو بربا يوزنهم لك في الصاشي ها او خبرة اكسبير اكثر من مول الحانوت على بالو بكلش على بالو بكلش القهوي على بالو بكلش او سقسيه كذا ما سقساكش في الطريق يقول لك واش جبت هذا هو عقلية القهوي سقسيك واش جبت واش درت كيما هذوك تاع مثلا وحده كي تروح لجارتها تبعتي بنتك صغيره امادام تبعتي بنتك صغيره لجارتك واش تغديتو اليوم واش درتي يوم امك الغداء حار ولا 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 لا درتوه باللحم ولا جومبو درتوه بامك مع الدين والديك مع الوالديك خمشه درتي تسقسي في في في, في, في الطرب واش دارت ولا ما دارتش يعني هذا يقولوا له تقرعيش هذا يقولوا له كشغل واحد يحوس يفهم يحوس كشغل مراض انتوما قهويين مراض ما عماليش بواش مراض على بالك مراض بالناس لو كان ما دير السوشي في يوم على ناس تشوف فيه واش قاعد يدير وتلقيت به وتروح تماركي شحال ما عماليش كيفاه مريض عندي قهويه خطره واش هي تقريب لي في كان بابا يخرج في الروح كان مريض في لوبيطال وسحابه ايماجيني واش دير هذه فاميلتي واش دير هذه الفاميلا هذه المراه هذه نتاعنا دخل لراجل اختي منافق دخل لراجل اختي كيفاه دار بدا يحضن ويبكي زعما على بابا غاضني غاضك بابا انا ما بكيتش على جال واش ما بكيتش لانه عندي بابا عزيز عليا ما حبش نصدق باللي بابا راح يموت قاعد نكذب على روحي بصح نهار مات بابا ندبت هبلت ما نكذبش عليك بكيت ما حبش من البكاء مي واش هو هذيك الفاميلا نتاعي كي روحت ماركات اللي بكا واللي ما بكاش دخلت عندها لقيتها موش تماركي فيهم بستيلو فلان تشوف كيفاه بكا تسمع على بالك باش تقيسني انا قلت لها اسمعي انت كي منافقه ماركي انت على بالك قهويه ماركي طرا واش شكون اللي بكا وشكون اللي ما بكاش انت بابا انا ولا بابا انا او بابا انا ماهيش بابا هو ماهوش بابا هو باش ترضى علي اختي برك انا نقول لك الوقت عزيزي بكيت على بابا بكيت على بابا بابا انا فهمت ولا لا بابا انا منافقين القهويين منافقين جدا منافقين عزواتهم بعد كي يروحوا يبكيو تحس فيه كي يجيو عندنا اخرين كاش عندها هم كل تروح للعزا باش تبكي خي قهويه ولا لا كاش عندك هم كل تروح للعزا تفكري كاش ما ولدك مات كاش ما صرا لك مشكل كاش ما راجلك خلاك كاش ما الاخر منين تدخل لك للعزا ويبكيو كل تلقاهم كل يبكيو يشوفوا في بعضهم ويبكي كل واحد يبكي على الهم نتاعو والله لا على بالهم في رب هذاك السيد اللي مات والله لا على بالهم في رب السيد اللي مات ما على بالهمش بكل في رب وبكل هذاك كل واحدة تفكر في الهم نتاعها تجي تندب الهم تجي تخرج ديفولي يا دريها كيما هكا برك عزيزتي عليك تمربيت انا كي نشوف واحد ايماج كما تعجبنيش نشوف كيما هذاك اللي مش تاع الدمير ادمعتها دمعت تاع الدمير كي نشوف مرا تبكي على ولدها كيما منظر مش فريش اللي مات ما نكذبش عليك انا ما شفتني لاكسيون هذيك تاع الموت كيفاه يعني كشغل موت بكي عليه بكيت دمعت كيما هكاك في نفس الوقت فكرت همومي واش حطيت كومباريت قلت انا ايماجيني انا اللي موت ولدي ولدي مات تسمى لازم تدخل فيها الخيال هذاك نتاعك تاعك تكون ما تروحش روحك ما تجيكش الدمعه نفسيا في علم النفس لولا تدخل فكرك وتشخص نفسك بانك في مكان ذلك الشخص فلن تبكي ابدا لازم تخيل روحك انت هو في مكان هذاك الشخص ثم باللي راك كشغل تجيك الدمعه هذيك تخيل تقول تخيل بابا اللي مات ولا يمانا اللي مات ولا خويا اللي مات فهمتوا هذيك فيلعبوها ومن بعد يجي يقول لك انا والله غير بكيت عليه بيا ويقول لك فلانه بكات عليها بيا هذو القهوي هو يعس خدمته الحراسه ارساله على بالك عندكم 44 رسول عندكم 44 ربي عندكم 44 واحد ماركي عندكم 44 فهمت واش 44 مليون يعني ماهوش 44 واحد 44 مليون فهمت شيفر كبير هذا هو الشعب القهوي نتاعنا مسكين الشعب القهوي نتاعنا هو في الحراسه شديد الحراسه نهار يسرقوك ما يقولكش هتسرق في الكارتي تاعك والله لا يقول لك نهار يدخل لك على مرتك يقول لك يدخل لك على اختك يقول لك هذا هو عس انت التواقي وعس شكون اللي يدخل للباب واش عس تسالهم علاه ما تروحش الراجل هذا تقول له
انا شفته في البلاصه الفلانيه. اوكي كبدو ما تصلحش تاع السوا، معناتك ما دخلت انت السوا كبرك القهوه انت وش بيك انت السوا كبرك انت خليت تعس في دار الناس ونسيت دارك من هنا. اه او دخل ولد خالتي برك، ولد خالتك هذاك بعد يضمها لك من هنا، او حتى جاب القضيه برك يضمها لك هو بعد، ومن بعد انت عس الجيران من هنا. عس روك انت بركك مليح، عس روك انت، لا تعس في الناس مريض. على بالكم على واش ندير لكم الدروس هذو بعيدا عن السياسه، لانه لقيت المشكل تاعكم في الفكر الساعه تاعكم نتوما، قديت نجبد لكم الخرام لداخل نهار تفيق بلا مك باش تولي تفكر في السياسه، لانك انت في حياتك المعيشيه البرديليه المنافقيه التمنيكيه نتاعك ماكش فايق. انا لازم ندخل لك البرديل الداخل المخ هذاك نتاعي نتاعك انت الداخل، نهار ديفلوبا في منزلك والديفلوبا في كارتيكا والديفلوبا من 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 ماشي ديفلوبا من التنفيق، ها تنقص من التنفيق نتاعك من هنا نهار كيك درك تنهضر معاك لا بوليتيك. ماكش تاع بوليتيك انت القهوي، ماكش تاع بوليتيك انت، انت ماكش تاع لا بوليتيك بوك انت، انت على بالك تعرف شو انت تاع سكس برك. بعد لو كان تعرر لك ندير لك امور جنسيه ونبدا نحكي لك من هنا وكنت ندير لك مع الوقت ثاني نديرهم لك وشو نهضر لك بالعربيه الفصحى ما نطيحش خلاص. نهضر لك بالعربيه الفصحى لغه القران ولغه الجنه ولغه الائمه واللغه هذه، كان نكون نهضر لك بالعربيه الفصحى لكي لا لا لا, لا تستمع كلاما بذيء يا اخي، ولا لا لكي لا تستمع كلاما بذيء، رغم انني اعيد وعده مرات انني حين اتكلم بالعربيه يجوز لكن انك تتكلم بالدارجه وتقول كلاما نفسه مرادفا لتلك الكلمه بالعربيه لا يجوز. ولو كنت بالفرنسيه تتقبلونها بالفرنسيه بالانجليزيه بجميع اللغات الا بالامازيغيه او الدرجه غير مقبوله لانه كلام بذيء. اه تلم قدستو اللغه هذيك يا اخي ولا لا. الزول ثمر طلعوا في بعضكم سلام دبر راسك. هاي السلام راهو